مساءكم خير، ومرة تانية بنكمل متابعة ما يحدث في الشأن العالمي وتأثيره علينا أو على الأفراد، على اقتصاد المواطن وعلى اقتصاد الدول. دايما ما بنقول إنه فاتورة الحرب فاتورة غالية جدا، الأغلى على وجه الإطلاق من الزاوية الإنسانية، وما فيش ثمن أغلى من الثمن الإنساني. يعني مش بس بنقول من الضحايا اللي بيسقطوا في الحروب، لكن الهلع والخوف، لحظات الرعب اللي بيعيشها أي مواطن في أي مكان في العالم، إن الصور اللي بنشوفها للناس اللي بتجري من بلدها بسبب رعب وخوف، دي الفاتورة الأغلى. تأتي بعدها بقى في المقام الثاني والثالث والرابع حديثنا عن فواتير كبيرة وضخمة لو عرف الناس حجمها، يعني أو لو حسب الناس حسابات ما ينفق للحروب والتسليح والإنفاق على الحروب، يمكن ده يكفي أنه يطعم كل أطفال العالم، لكن ما حدش بيفكر كده. خلونا نرجع نفكر احنا بقى في الرقم 3، وهو تأثير أو فاتورة أو الفاتورة الاقتصادية للحروب، وتحديدا حرب الروسية الأوكرانية. النهارده متشرفين ان معانا اثنين من الضيوف الأعزاء لبرنامج التاسعة، دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. مساء النور يا دكتور. دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم، والدكتور هشام يعني صديق غالي عليا. هبدأ من الأكبر دوائر الأكبر للأصغر. ودكتور هشام، إذا حد فينا النهاردة بيحاول، بما أنه حضرتك أستاذ التمويل، فاتورة الحروب هل بتدفعها الدول التي تحارب فقط يعني بشكل عام كده، ولا الموضوع فيه تداعيات وتشابكات وراء الكواليس السياسية إحنا يمكن مش فاهمينها، لكن ممكن تدينا لمحة عنها؟ لا، هو بالتأكيد زي ما حضرتك أشرتي أنه الفاتورة الأكبر بيدفعها طبعا الضالعين في العملية العسكرية، لكن مؤكد في فاتورة تانية بيدفعها المجتمع الدولي ككل. ويمكن هنا النزعة أو التوجه نحو السلم أو التعايش السلمي أو نزع فتيل الأزمات على المستوى الدولي، الحقيقة بيدركوا فقط يمكن العسكريين أكتر، أن هم اللي بيدفعوا الفاتورة بشكل مباشر. ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية، بالتأكيد المجتمع الدولي بيدفع الثمن، وده واضح في الأيام أو الساعات القليلة الماضية. بنتكلم بقى على كل شيء، بنتكلم على أسعار الطاقة اللي قفزت بشدة، وبنتكلم على عقوبات اقتصادية من طرفين، والعقوبات الاقتصادية دي مش بس بتأثر على الطرفين، سواء كان روسيا من جانب أو الولايات المتحدة والدول الأوروبية من جانب آخر، لكن بيدفع الثمن الجميع. أخذا في الاعتبار لو هناخد دولة زي مصر، مؤكد أن مصر هي اللي بتسعى جاهدة وفي سياستها الحقيقة العامة أو سياستها الخارجية بتسعى أنه المجتمع الدولي يرتقي لمزيد من الأمن والسلم، ودي الحقيقة رسالة الدبلوماسية المصرية طول عمرها، أن احنا الحقيقة بنسعى جاهدين لأنه المجتمع الدولي يستقر، لإدراك تام من الدولة المصرية أنه الاستقرار معناه تنمية، معناه أنه احتياجات المواطن يتم تلبيتها بشكل أفضل. مزيد من الاستقرار والأمن بنقدر نخدم، الحكومات تقدر تخدم على مواطنيها. مزيد من الصراعات والنزاعات، مؤكد أنه بيكون الثمن كبير. ما يتعلق بالأثر، هنتكلم على الأثر بالنسبة لمصر، في طبعا أثر مباشر. يعني نيجي للأثر فعلا بالنسبة لمصر. أنا هستأذن حضرتك أنه نتوقف عند فكرة، وهنا عايزة كمان أفكر دكتور علي، في لقائنا السابق كنا بنتكلم عن تداعيات الاقتصاد بعد جائحة كورونا، وفاكره ان حضرتك كنت بتكلمنا عن فكره ازمه الشحن والتسويق والازمه الكبيره اللي لسه اتكلمنا عنها من شهرين. بالظبط. ايه شكل السيناريو واحنا بنتكلم عن ازمه سابقه، تداعيات ازمه كورونا على الاقتصاد العالمي لسه قائمه وموجوده، ثم تاتي حرب ما بين روسيا واوكرانيا، ثم ياتي توتر ما بين الصين وتايوان، ايه شكل الخريطه الاقتصاديه؟ ممكن تكون القلق السياسي ده نابع من الخريطه الاقتصاديه اللي فيها حاله من الهلع اللي اصلا موجود؟ احنا طبعا لسه يعني لغايه دلوقتي احنا شفنا، يمكن حتى زي ما حضرتك ذكرتي وقلتي، يمكن من شهرين كنا بنتحدث عن فكره التضخم العالمي، ويمكن حتى فكره التضخم العالمي دوت احنا شفنا يمكن تقرير في يوم 14/2 الماضي للاي ام اف او صندوق النقد الدولي كان
بيأكد على عودة التضخم العالمي والتأثير السلبي على كافة الدول. ويمكن كمان احنا بنشوف طبعا الفاتورة بتبقى أكبر على مستوى الاقتصادات النامية اللي اوريدي قبل حتى تداعيات كورونا هي عندها يعني مشاكل وتحديات كبيرة جدا على مستوى الفرد ومستوى الخدمات ومستوى المديونية وعجز في الموازنات، وعندها مشاكل كبيرة جدا اقتصاديا. فبالتالي مع جائحة كورونا والمشاكل بقى الخاصة بالتجارة والإنتاج والاستثمار وعدم اليقين، دي كلها أكيد وضعت ضغوط عليها. نيجي بقى طبعا للأزمة اللي أضافت للاقتصاد العالمي مزيد من التحديات، مش بقول كمان عشان الحرب الدائرة ما بين روسيا وأوكرانيا لو احنا شفناها كحرب بس، لكن علاقة روسيا بالاقتصاد العالمي وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وتأثير بالضبط. احنا بنتكلم على قوة اقتصادية ليست قليلة، وبنتكلم كمان يعني انا عاوز حتى نفتكر كلنا مع بعض في يعني في الماضي القريب كده، الحرب التجارية ما بين الصين وأمريكا هي أثرت على الصين وأمريكا بس؟ لا طبعا، الاقتصاد العالمي كله تأثر. وبالتالي لما بنتحدث عن الحرب والأزمة الحالية ما بين أوكرانيا وما بين روسيا، لا خلينا نشوف ان في كتير من الأطراف، لا وبنتكلم عن دولتين سلة القمح في العالم يعني. وخلينا كمان نبص على الدول اللي هي في الصراع بشكل غير مباشر، يعني خلينا نقول من منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية من جانب والصين من جانب آخر. وبالتالي احنا بنتحدث عن اقتصادات كبرى متشاركة في هذه الأزمة، وبالتالي التأثير أصبح أكبر بشكل كبير جدا على الاقتصاد العالمي. ومن هنا كمان التداعيات السلبية على كافة الاقتصادات اللي ليها علاقات تجارية كبيرة مع روسيا أكيد هتتأثر بشكل سلبي. بجانب كمان يمكن حضرتك ذكرتي الملف المهم جدا المرتبط بالقمح، لكن هناك ملفات أخرى لا تقل أهمية زي ملف الطاقة بالنسبة لمنطقة اليورو وبالنسبة للعالم. بنتكلم على السياحة، واحدة من الملفات المهمة اللي كتير من الدول أكيد طيب هتتأثر. أنا هستأذن حضرتك لأن إحنا أسئلة الناس بتدور ما بين الكلام الكبير بتاع السياسة والاقتصاد وما بين ما سينعكس علينا مباشرة، فاحنا هنتحرك خطوة خطوة في الأسئلة دي كلها. وأنا كمان عايز أشجع كمان الناس اللي بيتفرجوا علينا من خلال البث المباشر، ابعتوا لنا دلوقتي إيه تساؤل أكبر مخاوف اللي عندك على الجانب الاقتصادي بعد الحرب، لأنه طبعا إحنا من أول ما بدأت الحرب وبدأت معها حرب الإشاعات كمان. فبعد الفاصل نرجع نفهم واحدة واحدة كده زي العالم بيشوف الاقتصاد والحرب، وكمان احنا في مصر ازاي شفنا وقرينا ده واستبقناه وازاي كمان بنتعامل معاه. مرة تانية بنكمل كلامنا، ولأنه الأسئلة في راسنا كتيرة وكبيرة والملفات أكبر بكتير من أننا نناقشها في نص ساعة، إحنا هناخد حضراتكم كده وبعد إذن ضيوفنا الأفاضل في جولة سريعة على أشهر 4-5 مواضيع إحنا طول الوقت بنسمعهم حتى في الأخبار، وعايزين نفهم بس بشكل بسيط إيه تأثيرهم علينا. أول حاجة فكرة ارتفاع أو قفزات سريعة في سعر البترول، القفزات عالمية. إحنا هنا في مصر يعاد تقييم أو بعد ما بيعاد تقييم سعر البترول كل 3 شهور مثلا، فده هيأثر علينا إزاي؟ نفهم النقطة دي. وكمان إحنا سؤالنا اللي كنا بنسأله لدكتور علي، حركة التجارة العالمية اللي أصلا متضررة كيف ستتأثر أكثر بعد ارتفاع سعر النفط؟ قول لي كده في جملتين اشرح لي البترول أصلا أو حركة التجارة العالمية أصلا بعافية، أنت لسه كنت بتقول لنا أكيد طبعا بعد البترول ومع الارتفاعات الشديدة جدا اللي احنا تابعناها بالنسبة لأسعار النفط، احنا ابتدينا نتخطى يعني حدود 105 تقريبا، أكيد دوت هيأثر بشكل كبير جدا على التكاليف الخاصة بالشحن والتوريد. كمان إن المنطقة كمان بشكل أو بآخر فكرة إن احنا بنتعامل مع شركاء تجاريين من ضمنهم أكيد روسيا وأوكرانيا في ملفات عدة من ضمنها القمح، ده أكيد هيأثر بشكل واضح على الشحنات وعلى حركة التجارة. فبالتالي دي كلها هتأثر بشكل كبير على مستوى الأسعار والتكاليف بعد كده الخاصة بالاستيراد. دي كلها جملة من المشاكل بتحرك. بجانب كمان ان احنا فكرة ان البترول تبتدي اسعاره ترتفع، يمكن حضرتك ابتديت تذكر الجزء الخاص بلجنة التسعير وهل اسعار البنزين ممكن تتأثر
ولا لا خلال الفترة القادمة. من وارد طبعا واكيد ان هي هتتأثر، لان احنا بنتحدث عن برميل نفط احنا كنا مقضينه في الموازنة في حدود ال 61 دولار تقريبا، لما يبتدي ان هو يوصل لفوق ال 100 دولار حوالي 105 104 اكيد طبعا ده هيأثر علينا بالسلب، وهيأثر كمان على حجم المصروفات بتاعتنا. كل دولار بيزيد في برميل النفط بيزود المصروفات طبقا للتقديرات حوالي 3.5 مليار جنيه، فبالتالي ده كمان زيادة بشكل كبير في حجم المصروفات. فكرة التسعير بالنسبة للبنزين أكيد هيحصل فيه تحرك، احنا شفنا تحرك ثلاث مرات يمكن أو ثلاث زيادات الفترة اللي فاتت، وارد جدا وإن هو يحصل. يبقى خلينا واقعيين وما نبقاش بنغالي في أننا لا الأوضاع مستقرة، لا طبعا دي من التحديات. سؤالي بقى لدكتور هشام، خط الغاز كنت بسأل حضرتك حتى في الفاصل من روسيا إلى أوروبا، يعني روسيا مصدر كبير للغاز إلى دول أوروبا ويمر عبر أوكرانيا، فمفهوم جداً أنه ده ممكن يتأثر. سؤالي ببساطة خلينا نفهم، يعني هل ممكن تتغير خريطة التجارة العالمية في مسألة تصدير الطاقة؟ تتغير ملامحها، ما تبقاش الدول المصدرة هي نفس الدول المصدرة، تعيد الدول هيكلة مصالحها يعني؟ طب هو في الإطار الضيق الصراع ما بين روسيا وأوكرانيا، في الإطار الأوسع هو الصراع ما بين روسيا وأمريكا. الصراع شكله سياسي لكن خلفيته اقتصادية، بمعنى انه الحديث لا معلش الجملة دي تاني كده بالراحة، الحديث المتكرر من جانب روسيا ورئيس بوتين على وجه التحديد لما بيتحدث انه اوكرانيا بتنزلق في حلف الناتو رايحة في هذا الاتجاه، احنا عايزين يبقى حدودنا مش في اطار انه في صراع او حلف الناتو بيقترب، دي كلها تخوفات سياسية. لكن واقع الأمر لا، أمريكا كمان لها تخوفات اقتصادية، لأنه تقريبا 40% من إمدادات الطاقة في أوروبا جاية من روسيا. وبالتالي درجة الحقيقة التطور الاقتصادي في روسيا خلال السنوات الماضية الحقيقة لافت للانتباه، ودرجة تأثير الاقتصاد الروسي في القارة الأوروبية على وجه التحديد في الاتحاد الأوروبي أصبح كبير، ودرجة التشابك الاقتصادي بدأ يتزايد، وده معناه أنه إعادة رسم هذه الخريطة مسألة صعبة لكنها صحيح واردة. صحيح، وبالتالي نعيد تاني أنه صحيح الصراع يبدو سياسيا لكن خلفيته بالتأكيد اقتصادية، وما زال الحقيقة أمريكا ليست بعيدة عن المشهد وبتسعى جاهدة لمزيد من الاقتراب من الاتحاد الأوروبي، ومحاولة إبعاد درجة التشابك الاقتصادي فيما بين روسيا والاتحاد الأوروبي. ويمكن الحقيقة الصين بتقف بعيدة تترقب، وأتصور أنه يمكن تكون هي المستفيد الأكثر خلال الفترة القادمة. يعني بمعنى أنه لا مش قادرة أفهم الصين، ولا أنا بسأل حضرتك برضو تاني، خط الغاز الممتد من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، احنا عارفين تعقيدة التشبيكة دي، هل أوروبا ستبحث عن مصادر بديلة أم أوروبا ستغرق في أزمات للطاقة؟ هل معقول أنه ده هيحصل؟ يعني إيه السيناريو الأقرب؟ طب خلينا نقول أنه الطاقة هي الملف الرقم واحد، لكن ما هيش كل الملفات، بمعنى أنه روسيا على وجه التحديد ويمكن معها أوكرانيا يمكن بيلعبوا دور هام في سلة الحبوب على المستوى الدولي مش بس القمح، بيلعبوا دور هام للغاية في قطاع المعادن، ويمكن الحقيقة درجة صحيح أوروبا بتسير في ركب أمريكا في فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، لكن كمان الحقيقة في تخوفات كبيرة للغاية داخل عدد من الدول الأوروبية. ويمكن احنا الجدال الكبير كان على محاولة إيقاف نظام السويفت على روسيا، وفي بعض الدول أصبحت متضررة رفضت، فالحقيقة درجة التشابك وصلت لمرحلة فيما بين الدول الاتحاد الأوروبي وروسيا إنه روسيا ما بقتش الحقيقة خايفة قوي، لأنه روسيا جربت مسألة العقوبات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ولم يهتز لها جفن، وبالتالي أتصور أنه يمكن إحنا ما زلنا أمام مشهد معقد للغاية، والحسابات الاقتصادية الحقيقة حتى الآن ما أتصورش أنه في لا مؤسسة مالية ولا حتى الدول قادرة
تحدد الحسابات الاقتصادية والتكاليف الاقتصادية على المستوى الدولي، لكن مؤكد الحكومات كلها بتتحرك في إطار رصد الأثر وكيفية إيجاد حلول. عارف أنا ليه عمالة ببتسم وأنا بسمع حضرتك؟ عشان أنا بنبسط لما الناس اللي خلفيتهم علمية كده وأكاديمية لا يستبقوا الأحداث، يعني يبدو أنه يعني دكتور هشام يعني في معلومة حلوة كده بس مش عايز أقولها أنا عارفة. لكن على كل حال أنا أو إحنا معظم المصريين شايفين أننا على الأقل على زاوية أننا بدأنا نفهم بعض التحركات المصرية اللي كانت بتحصل من فترة. بدأنا نفهم أن مصر كانت بتستبق في بعض الملفات. أكيد. أول حاجة إحنا كلنا بنتكلم فيها النهاردة القمح. أكيد. أعتقد كمان الغاز. إيه الحاجات اللي ينفع حضرتك نحطها كرؤوس مواضيع مصر استبقت وتحركت لأنها قرأت الأحداث مبكرا؟ خلينا نقول طبعا في البداية خالص هو إصلاح اقتصادي. إحنا دولة كانت خارجة من أزمات كبيرة جدا ومشاكل كبيرة جدا، إزاي أن أنا أبدأ إصلاحات اقتصادية وبعد ما ينتهي أبتدي أن أنا أبدأ إصلاح هيكلي؟ برنامجين دولت لا يقلوا أهمية عن بعض. ويمكن كمان بالنسبة للإصلاح الهيكلي وفكرة أن أنا أبتدي أتحرك على توطين للصناعة، أبتدي أتحرك على قطاع الزراعة، أبتدي أشوف ملف القمح وأن أنا أعالج مشاكل كبيرة جدا في موضوع زراعته، وأبتدي أعلي من أسعار التوريد، وأن أنا أبتدي أروح لملف الطاقة، كنت بستورد الغاز الطبيعي، أوصل للاكتفاء الذاتي في نهاية 2018، بعد كده يبقى عندي فوائد أوجهها للتصدير. ملف زي الكهرباء كانت عندنا أزمة كبيرة جدا في 2012، يبقى عندي بعد كده اكتفاء ذاتي، وبعد كده يبقى عندي فوائد وأوجه للربط الكهربائي. احتياطي أجنبي، وده واحد برضه من الملفات المهمة، ازاي ان انا برغم من جائحة كورونا والتداعيات والمشاكل دي كلها ان انا اوصل لحوالي 41 مليار دولار كاحتياطي أجنبي، وحافظ على التصنيف الائتماني الخاص بي امام وكالات التصنيف، الجزء كمان خاص بي توقعات معدلات النمو الاقتصادي، الفكرة الخاصة بملفات التنمية اللي الدولة اتحركت عليها في جميع الأنحاء دي كلها أكيد ملفات مهمة جدا، وقدرت بشكل واضح إن هي برضه تدي للاقتصاد المصري قدرة إن هو يتعامل مع الملفات دي كلها بمنتهى القوة. ليه؟ لأن لو كان وضع الدولة بدون إصلاحات اقتصادية، بدون وجود مشروعات قومية، وبدون وجود الحكومة بشكل كبير، أكيد كان هيبقى الوضع أصعب بكتير. معاك، بس أنا نفسي أفهم مش بشكل عام، يعني نفسي أفهم بشكل خاص. إحنا معلوماتنا بتقول أنه إحنا من أكتر الدول المستوردة للقمح مثلا، وأنه إحنا بنستورده من روسيا وأوكرانيا، يعني إحنا بنتكلم في أزمة غذاء. أكيد. مصر استبقت وحضرت نفسها، وحتى سمعنا انه الاخبار انه عندنا ما يكفينا حتى نهايه ديسمبر. سؤالي بقى، الى اي مدى ده امان اكل العيش بتاعنا؟ الى اي مدى مصر امنت هذه الخطوه؟ ولا اي مدى عندنا بدايل؟ احنا عندنا مخزون حوالي كفينا تقريبا حوالي 4 أشهر. الحكومه بدات تتحرك على برامج مرتبطه بالتحوط، فكره ان احنا يبقى عندنا تحوط نتيجة التقلبات اللي بتحصل في الأسعار. ابتدينا نشوف يمكن إعلان من جانب روسيا خاصة بالسعر بالنسبة للقمح، لأن كان في رسوم اللي هي خاصة بالتصدير أو ضايب التصدير، يعني إنجاز التعبير، ذلك أن هيحصل فيها تخفيض يمكن خلال بداية الشهر القادم، ودي هتبقى فرصة كبيرة جدا للحكومة وزارة التموين أن يتم التعاقد بشكل سريع على هذه الأسعار. لكن برنامج التحوط الحكومة مش بدأته من المرة دي أو من الوقت دوت، لكن لا، بقالنا فترات بنتحرك على التحوط. بالنسبه لبعض السلع كمان، يعني القمح بيبقى فيه على البترول، الحاجات اللي هي السلع اساسيه وبيحصل فيها تقلبات بشكل كبير نتيجه الظروف اللي بيمر بيها العالم، فاحنا بناخد برامج التحوط ديت، بيبقى فيه استناد ل او عروض بتتقدم من مجموعه من الشركات، وبنبتدي نعمل الديل الخاص او الاتفاق الخاص بهذا التحوط، بحيث ان انا احافظ على الاسعار. برنامج التحوط ده بيبقى ليه تكلفه طبعا الدوله، يعني يمكن في المتوسط حوالي ما يكون من حوالي 5.5 مليار دولار بتبقى دي التكلفة، لكن بيجنبني طبعا مشاكل كبيرة جدا مرتبطة بانفلاتات الأسعار نتيجة أي ظروف بتحصل. فإحنا بنتحرك على ملف التحوط، بنتحرك على ملف إن إحنا نوصل لمستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي. إحنا تقريبا اللي إحنا بننتجه، يعني خلينا نقول تقريبا 50% من احتياجاتنا، ال 50% التانيين إحنا بنستوردهم من الخارج. الاستيراد من الخارج بيبقى
50% من روسيا، 30% تقريبا من اوكرانيا، 20% من اسواق اخرى. في الازمه ديت ابتدت تتعرض بدائل تانية. طب نشوف اسواق تانية لو الاسواق دي حصل فيها مشاكل، يعني يمكن من البدائل المطروحه ممكن تكون الهند، لكن هي الفكره كلها برضو احنا بنشوف الاسعار والازمه ديت، لان زي ما يمكن دكتور هشام كان بيقول الازمه دي موجوده وشايفين تقلبات في الاسعار كانت شديده جدا وقفزات كبيره جدا امبارح، لكن النهارده هنلاقي ان لا، في حاجات ابتدت تستقر في وضع، كمان لو احنا استنينا 3 أو 4 أيام ممكن الوضع العالمي والاقتصادي العالمي او مستويات الاسعار يحصل فيها هدوء. يعني حتى على سبيل المثال حضرتك كنت ذكرتي يمكن موضوع الذهب مثلا. طب ما احنا امبارح احنا كنا بنشوف ارتفاعات كبيره والنهارده حصل تراجع، فبالتالي انا ما اقدرش اخد لقطه معينه او صوره واحكم وعمم عليها لا خالص. كل ده يحصل فيها تقلبات كبيره. حتى امبارح احنا شفنا الدولار بيبتدي يقل، النهارده ابتدى يرتفع، والذهب العكس. فبالتالي دي كلها اكيد تقلبات سريعه جدا نتيجه الصدمه، احنا بنقول عليها صدمه، حصلت صدمه اقتصاديه، ده ما بعد الصدمه بالظبط. وبعد الفاصل هنرجع نسال على ده، انه ماذا اذا استمرت الحرب دي شهور، وماذا إذا انتهت خلال أيام؟ وارد، كل الأمور واردة وانعكاساتها أيضا على الاقتصاد. هنرجع بقى في آخر فاصل ده أو آخر فقرة عندنا أو آخر جزء من الفقرة نسأل أسئلتنا إحنا، العربيات، البترول إحنا قلنا، كل الحاجات الأساسية، اقتصادنا اليومي، اقتصاد المصريين، إيه اللي هيحصل له جراء هذه الأزمة العالمية بعد الفاصل. ما زلنا في حديثنا عن فاتورة الاقتصادية أو الفاتورة الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا. دكتور هشام، كنا قبل الفاصل اتكلمنا في كذا نقطة كده، الطاقة والذهب والقمح، أسعار العملات في الفترة اللي جاية، وفكرة الفكرة كنا نتكلم عنها، محاولة الاقتصاد المصري للتعافي، قد إيه هتقدر تثبتنا شوية قدام طبعا اختلاف وتفاوت كبير. البورصات العالمية كل يوم بتسجل إما انهيارات أو قفزات مفاجأة غير مفهومة حتى الآن بالنسبة لنا، لكن سؤالي تحديدا عن العملات والبورصات العالمية، تداعيات كل الانهيارات اللي بنسمع عنها يوميا، هل أولا يعني هل ممكن ده يحصل لفترة طويلة، يكمل وقت طويل، ولا هتستقر؟ طب ده هيكون متوقف على المشهد هيستمد لحد امتى. واتصور حتى لو العمليه العسكريه كانت عمليه خاطفه وروسيا انجزت مهمتها في اسرع وقت ممكن، اتصور انه ده ممكن يحدث، لكن هيظل مش بس الاثر الاقتصادي اللي هيبقى فيه تذبذب مرتفع خلال فتره زمنيه طويله، لكن كمان اتصور انه المشهد السياسي سوف يستغرق وقت طويل. وعاده الصراعات اللي بتبقى بهذا الشكل وبهذا الحجم وفي هذه المناطق الحساسه ممكن المسألة تطول، وبالتالي هنظل زي ما كان الدكتور علي بيتحدث انه بنشوف صعودا وهبوطا مش كل فترة زمنية بعيدة لكن كل ساعة، وإلى أي مدى الاجتهاد في القراءة المستقبلية أو الرؤية. لكن هو الحقيقة خلينا نقول انه الأكثر أهمية مش ان احنا نسعى لمحاولة تقدير المشهد على المستوى الدولي بقدر ما التركيز على الوضع الداخلي. وأتصور الدول اللي بتركز داخليا في التعامل مع تحدياتها هي اللي بتنجو بسلام. حلو، قول لي بقى مصر هتنجو بسلام ازاي؟ طب خلينا نقول بداية انه مصر الحقيقة لديها استراتيجية مش قبل هذا الصراع ومش قبل كورونا، لا ده قبل كمان الاصلاح الاقتصادي، بمعنى انه مصر كان عندها تحديات كبيره ودخلت اقدر اسميها استراتيجيه الثبات وقت الازمات يعني لا هي استراتيجيه الامن القومي، بمعنى انه احتياجات المواطن جزء من الامن القومي، وازاي يكون لدينا نسب اكتفاء عالي مرتفع في معظم احتياجاتنا الاساسيه والاستراتيجيه. سياده الرئيس قالها كتير يعني وبالتالي القمح مش بس القمح، وبدا يتكلم على اكتفاء ذاتي مرتفع في قطاع الصناعه.
وبالتالي احنا بدينا في احتياجات المواطن لانها ليها اولويه. بنتكلم بقى على مشروعات الثروه الداجنه، الاستزراع السمكي، بنتكلم على الثروه الصوب الزراعيه، بنتكلم على 1.5 مليون فدان، بنتكلم على الاهتمام بالزراعه على المستوى الافقي علشان نزيد من الانتاجيه، سلالات افضل، بنتكلم على مشروع تبطين الترع. كل ده الحقيقه دي مشروعات قوميه هدفها الاساسي تحقيق فكره الامن القومي في احتياجات المواطن. لكن كمان المساله الاكثر اهميه مش بس المشروعات القوميه اللي الدوله اتحركت فيها، لكن كمان سرعه الانجاز. بمعنى انه زي ما احنا كنا بنقول ان روسيا هتسعى انها تعمل عمليه خاطفه علشان تنهي هذه الازمه في اسرع وقت ممكن، احنا الحقيقه مصر ايضا استراتيجيتها انها تنجز في مشروعاتها في اسرع وقت. وبالتالي نستعيد تاني فكره البحر المتوسط ومشروع الغاز، ازاي ننجزه بسرعه وفكره الانجاز ده في حد ذاته بيوفر علينا كتير. انه ازاي بذكر السرعه والانجاز احنا في تداعيات سريعه حصلت من قلب الاحداث وردود الفعل العالميه. احنا معانا على التليفون الكاتب الصحفي الاستاذ محسن حسني من لندن، وسؤالنا تحديدا للاستاذ محسن عن تداعيات السريعه، تداعيات اقتصاديه التي حدثت بسرعه في أوروبا في بريطانيا. ماذا حدث أو ماذا يروج هناك في الجانب الاقتصادي تحديدا؟ مساء الخير على حضرتك. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم وبالسادة الضيوف الكرام والسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. الأحداث زي ما حضرتك متابعة وكل الناس متابعين يعني متسارعة جدا منذ يومين، وأوروبا تحاول يعني تدارك هذه الأحداث وتقدير الموقف أول بأول للتعامل مع تداعياته الاقتصادية على وجه التحديد، لأنها إلى حد كبير مربكة. يعني عندنا مثلا البحر الأسود هو المصدر العبور الرئيسي لصادرات أوكرانيا، وأوكرانيا هي وروسيا زي ما حضرتك عارفة بيحتلوا تقريبا 25% من صادرات العالم من الحبوب ومثل القمح والذرة وخلافه. بالتالي هناك تأثر شديد بالنسبة لحركة التجارة. هناك أيضا قطاع الطاقة متأثر بشكل كبير جدا. روسيا يعني تغذي أوروبا بقى 35% من الطاقة، بالتالي عندما تتأثر روسيا تتأثر هذه النسبة، ويكون لزاما على أوروبا البحث عن بديل أو محاولة إيجاد حل. لذلك يقول بعض المحللين الآن أن العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا هي في الحقيقة تمثل عض على الأصبع، يعني الشخص يعاقب نفسه، الغرب يعاقب نفسه عندما يفرض عقوبات، لأن هذه العقوبات ستطاله هو شخصيا، ستطال الغرب، لأن الغرب معتمد بنسبة كبيرة جدا على الطاقة والغاز الروسي على وجه التحديد. بالضبط. يعني حضرتك بتراهن على رد روسيا عقوبات بعقوبات. بالضبط. يعني العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا هي تؤثر عليه هو نفسه، لأن روسيا هي مصدر ل 35% من الطاقة في أوروبا. بس بالتأكيد روسيا لا تكتفي ذاتيا، يعني ما هو بالتأكيد في على الجانب الآخر مصالح أوروبية، مصالح لدى أمريكا، يعني من الجانب الروسي ما فيش أي مخاوف مثلا أو بعض العقوبات اللي ممكن فعلا تصنع تأثير؟ بالتأكيد هناك تأثير وهناك مخاوف، واليوم بدأ الحديث عن عقوبات تطال أشخاص محددين منهم وزير الخارجية سيرجي لافروف والرئيس نفسه فلاديمير بوتين وعدد من الشخصيات الأمنية وعدد من البنوك الكبرى. ولكن يعني البعض يرى أن هذه العقوبات لن تكون الرادع القوي لإيقاف الحرب. روسيا على ما أعتقد تسعى الآن لإنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن، ولكن الوضع ميدانيا على الأرض يعني إلى حد كبير معقد، لأنه الأوكرانيين وجدوا أنفسهم فجأة في عزلة، والغرب كما يرونه تخلى عنهم أو يعني متباطئ في رد الفعل تجاه روسيا،
وبالتالي الأزمة مستمرة على الأرض، وهذا سيكون له تداعياته على الاقتصاد وعلى الطاقة بوجه خاص. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ محسن حسني من لندن، وده طرح منطقي جدا دكتور علي. أنا عايز أرجع لحضرتك عليه، فكرة العقوبات من الطرفين، يعني العقوبات الأمريكية على روسيا، وزي ما أستاذ محسن مش عايزة بس أكرر كلامه، لكن هو فعلا هتؤثر بالتأكيد برضو مثلا إعلان روسيا أنها وقف تصدير القمح مؤقتا، ده يأثر مش بس على أمريكا وأوروبا، يأثر علينا كمان أكيد، يأثر لو حصل القرار دوت. لكن هو هي الفكرة كلها نرجع لنقطة البداية، هو الوزن النسبي للاقتصاد الروسي وحجم تأثيره قد إيه. فبالتالي قبل ما هو يبدأ حرب زي دي هو دارس كل الملفات ديت وكل العقوبات ديت، ومتوقع العقوبات، كل العقوبات ديت يعني قتلت بحثا. يعني معروف ان انت اول حاجه هتاخدها ضد روسيا ان انت تحاول تعزلها عن النظام المالي العالمي، وان انت تبتدي تشوف التصنيف بالنسبه لاهم البنوك، يعني امور خلاص يعني شفناها تكرارا حتى يمكن قبل كده مع دول اخرى، وعمليه عزلها بشكل كبير تجاريا واقتصاديا عن العالم. لكن هي الفكره كلها ان احنا بنتحدث عن دوله تمتلك المال، تمتلك الغذاء، تمتلك الطاقة، وفي نفس الوقت ده العكس، ده احنا بنتكلم على منطقة اليورو اللي بتعتمد عليها كمصدر للطاقة، العالم بيعتمد عليها كواحد من مصادر أكثر تأثراً بكورونا يعني بالضبط، مصادر مصدر للحبوب. بنتحدث عن دولة ليس بقليلة، يعني احنا بنتكلم على الاقتصاد تقريباً 11 على مستوى العالم من حيث القبب، بجانب كمان التشارك بشكل كبير مع عديد من الدول. وكمان يمكن خلينا أكد على كلمة دكتور هشام في جزئية أن حتى الاقتصاد الروسي تغير كتير. احنا ابتدينا نشوف السنتين ثلاثة اللي فاتوا روسيا ابتدت تتحدث عن استثمارات خارج حدودها، ابتدينا نشوف العودة إلى القارة الإفريقية. الكلام دوت عمره ما كان موجود في تاريخ الاتحاد السوفيتي ولا فكرة روسيا. فبالتالي احنا بنتحدث عن اقتصاد قوي، وبالتالي العقوبات ديت هي عقوبات مشتركه. يعني مش هقول ان الاقتصاد الروسي او روسيا مش هتتاثر من العقوبات دي تماما، لكن حجم التاثير مقارنه باللي بيحصل واللي هيحصل على المستوى العالمي وعلى مستوى منطقه اليورو اكيد هيكون يعني مش بنفس القدر تماما. طب انا يا دكتور علي عايز اسالك برضو على اقتصاد المواطن. انا عارفه واحنا بنتكلم على كلام كبير كده، يبدو ان انا مثلا سؤالي على الموبايل ده هيبقى بكام تافه، لكن دي أسئلتنا يومية. واقتصاد المواطن هو اللي بتبنى عليه، يعني زي ما حضرتك كمان سبقت وقلت، لا الاقتصاد الاحتياجات الأساسية أمن قومي. اقتصاد المواطن أنا نفسي أكلم أو تكلمونا يعني كيف ندير اقتصادنا الشخصي في الفترة زي دي، لو أنا فاهم إن في حرب كبيرة بتأثر على العالم كله، زي أدير اقتصادي أنا؟ طيب أنا دايما يمكن حتى قبل الأزمة احنا موجة تضخم عالمية وتحدثنا عنها كثيرا، ودايما أنا بأكد على فكرة أن يكون لدى الشخص فكرة الوعي الاستهلاكي، فكرة أنا هصرف فلوسي في إيه بالضبط، احتياجاتي الأساسية. دايما السلع الرفاهية والكمالية دي كلها لازم يعاد النظر فيها، وبالأخص في التوقيت دوت، لأن احنا عندنا جزء كبير من التضخم أصبح تضخم مستورد، بمعنى أن أسعار السلع عالميا بترتفع، فأنا لما بستوردها بأسعار مرتفعة فبالتالي بتنعكس على السوق المحلي. فلازم كل أسرة وكل شخص يعيد حساباته مرة أخرى في ترتيب احتياجاته طبقا لموازنته لدخله. أنا ما أقدرش أقول للي دخله 10,000 جنيه هيصرف إزاي زي أبو 2,500 زي أبو 100,000، لكن لازم حضرتك تبقى مرتب أولوياتك وعارف إن الفترة ديت مش في تاريخ حتى حضرتك بس، لكن في تاريخ العالم كله هي نقطة فاصلة. احنا شايفين مجموعة من الصدمات الاقتصادية، احنا بنقارن دلوقتي مش بعشر سنين وخمس سنين، ده احنا بنرجع نقول مثلا معدل التضخم في امريكا هو الاكبر على مدار 40 سنة، بنتكلم على معدل التضخم في اوروبا هو الاكبر على مدار 30 سنة. وبالتالي لابد ان حضرتك تعيد حساباتك مرة اخرى، لان غصبا عنك هيبقى في جزء من التضخم العالمي دوت هيبقى تضخم مستورد ولازم هيصيب ميزانيتك، فبالتالي لابد ان انت تعيد حساباتك. إذن يعني بحسب كلام دكتور علي احنا مش وقت الرفاهيات دلوقتي، اقتصاد الاساسيات لازم يبقى في ترتيب للاحتياجات والاساسيات. دكتور هشام، ايه الاساسيات المتوقع انه اسعارها ترتفع؟ وبنظره موضوعيه كده لازم نبقى فاهمين انه ده هيتغير وده سعره هيرتفع وده الدوله هتساعدني فيه وده الدوله مش هتساعدني فيه.
طيب احنا السلع الاساسيه ممكن تكون اسعارها لا هتفضل. اتصور انه ممكن كل شيء وارد انه اسعاره تتحرك، لكن هو الحقيقه مش عايز من الحقيقه يشغلنا قوي فكره انه الاسعار هتزيد، بقدر ما يكون عندنا رؤيه للي بيحدث على المستوى الدولي وازاي نستفيد منه. بمعنى انه روسيا التي تسعى جاهده لاعاده دورها على المستوى الدولي سياسيا وعسكريا وامنيا، وهي الحقيقه لم تعتز بعقوبات اقتصاديه او غيرها، وده سبب الاساسي انها اصبحت قوه اقتصاديه. وبالتالي ده درس لازم نتعلم منه، انه ما يبقاش احنا وقت الازمه كل تركيزنا هو الاسعار هتزيد ولا لا وهتنعكس عليا ازاي، لا عايز يبقى تركيزنا الاكبر ازاي الدوله المصريه دي تكون قويه اقتصاديا. حلو، وازاي وازاي انه الدوله دي مش هتتقدم الا اذا كان كل واحد في عمله بيحسن والدوله بتتحرك وعندها حول المحنه لمنحه زي ما دايما بنقول. عايزين يبقى ثقافتنا ازاي الدوله المصريه دي تكون قويه اقتصاديا، وازاي انه يبقى ثقافتنا انتاج اكثر منها، جزء من القوه دي، لا وازاي تبقى ثقافتنا انتاج اكثر منها استهلاك. وده الحقيقه ثقافه محتاجين ان احنا نرسخها، انه طول الوقت عمالين نفكر احنا هنشتري ايه، طب ما خلي تفكيرنا يبقى اكثر ايجابيه، انه طول الوقت نفكر احنا ننتج ايه، ننتج ايه ونشتغل ايه، وازاي ندفع ونزود من القيمه المضافه، وازاي نقوي من مؤسساتنا، وازاي نقوي من الاقتصاد المصري، علشان الاقتصاد القوي من يملك قوته يملك قراره، والاقتصاد القوي مؤكد المجتمع الدولي بيعمله حساب. واتصور ان مصر بحكم بقى التاريخ، بحكم الجغرافيا، بحكم الواقع، محتاجين انه المجتمع الدولي اللي بيحترمنا حاليا يعمل لنا حساب، يقدرنا، يضعنا في المكانه اللي نستحقها. وده مش هيتحقق الا اذا كان الكل بيشتغل على قلب رجل واحد، وهو يمكن دوت دوما حديث الرئيس انه المجتمع لازم يتحرك، المواطن لازم يساند الدوله ويساند مشروعاتها ويحقق مزيد من القيمه المضافه. احنا كلنا محتاجين ان احنا نرسخ من هذه الثقافه، لانه هي دي اللي هتبني، وطالما انه احنا بنبني مش هنحتاج للاخرين، مش هنهتز وتفضل كان الازمه اللي بتواجهنا على مستوى الدوله. احنا هي يمكن خلال السنوات المعدوده الماضيه حجم الازمات العالميه اصبح كبير وبنتاثر بشده، ومن كل ازمه خرجنا بالدرس ده، انه لما بنركز في ورقتنا بنجيب نتائج. وعايز اقول انه فكره الامن القومي اللي موجوده عند الدوله في المشروعات القوميه وفي الامن الغذائي مهم انها تكون موجوده في مجتمع الاعمال، انه ازاي يبقى مجتمع الاعمال بيحقق نسب اكتفاء ذاتي عنده في احتياجاته. احنا بنشوف حركه التجاره الدوليه بتهتز، سلاسل الامداد بتهتز، حركه الشحن بتهتز، تكاليف التمويل على المستوى الدولي بتهتز. ليه دايما نسيب جزء مهم من احتياجاتنا في الانتاج معتمد على الاخرين؟ خلينا نبني قدراتنا في الداخل، وده احنا الحقيقه محتاجينه بشده، ونتعلم من الاستراتيجيه او السياسه العامه بتاعه الدوله، انه الدوله اللي عندها رؤيه في اطار الامن القومي ازاي يكون هذه الرؤيه موجوده عند كل مواطن داخل هذه الدوله وعند مجتمع العمال على وجه التحديد. ازاي نبني قدراتنا الذاتيه، ازاي نضع مصر والاقتصاد المصري في مكانه مهمه، علشان مهما كان الازمات اللي بتواجهنا على المستوى الدولي ما نحتاجش في مساله تقدير الحسابات والتكاليف والاسعار هتدفع ولا لا. انا بشكرك يعني يا دكتور، يعني انا هقبل باجابه غير السؤال لانها حلوه جدا بصراحه، لانه فعلا واحنا بنسال ونقلق ونبقى عندنا المخاوف العادية، إنه إزاي هنقدر نلبي احتياجاتنا الأساسية. في صوت العقل بيقول لك آه طبعاً أولوياتك هتتغير، وفي صوت واقعي جداً بيقول لك اشتغل أكتر، لأن هو ده اللي في إيدينا دلوقتي. كلمة أخيرة بس، أنا الحقيقة مش عايز أوصل رسالة خوف، إحنا طبعاً في تحدي طبعاً. الخوف هيولد مزيد من الاستهلاك، الناس هتبتدي تتخوف، تبتدي تنزل لأسواق. لأ، ما زالت الحقيقه المجتمع المصري ما زال امن مستقر، حاجاتنا موجوده، اسعارها حتى لو بتتحرك بتتحرك في الحدود المقبوله، لكن مش عايز يبقى ثقافه الخوف هي اللي في ذهننا، لا انا عايز ثقافه الانتاج هي اللي تكون موجوده في الوقت الحالي. بشكرك شكرا جزيلا يعني دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره والخبير الاقتصادي، نورتنا كالعاده. دكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي،
كالعاده يعني نطمن وبالارقام وطول الوقت بتفائل كده. شكرا لوجودك. شكرا شكرا يا دكتور. دي كانت حلقتنا النهارده، والنهارده الحقيقه في اجابات مطمئنه بشكل كبير، مش مطمئنه بشكل انساني اناني يعني، لكن على الوضع العالمي. العالم راى كثيرا من الحروب ستمر، وستمر كما مر غيرها وكما مر ما سبقها. كل ما نتمناه انها تمر بالسلام على مواطني كلا البلدين الحقيقه، لاي مواطن انه ينعم بامان. نطمن كمان على اهالينا في اوكرانيا، وهنكون معاكم طول الوقت في متابعات اخباريه مستمره على شاشه القناه الاولى. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.